عليك بالتوحيد، ما تشرك بالله شيئا. لا تعتر تقول يا مكاشف يا كباشي يا صايم ديمة يا أزرق طيبة يا عويس يا فلان يا ودبان نقع، كل شرك بالله. نادي الله براء وبيكفيك ولا هو كفيك؟ بيكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ ما تمشي لمخلوق تقول له اديني جنة، ما عنده جنة، هو مخلوق. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ انت هو مخلوق، كيف يديك مخلوق زيه؟ ما تمشي لزول تقول دولي انا اتعلق به. الله سبحانه وتعالى قال افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء؟ ما تمشي لزول تقول له اديني حجاب من السكين، حجاب من العقرب، حجاب بتاع رزق، ما بيعمل لك شيء. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما تعلق لك كمون في الطفل، بيحفظ لك الله، فالله خير حافظه وهو ارحم الراحمين. ما تحلف به شيخ وحاد فلان وحاد جناي وحاد كذا، شرك بالله سبحانه. ما تطبح في قبه، امشي تطبح له، كان نجحت ولدي بطبح لك عتود، كان نجحت شو كذا. ما تمشي لي سحره دجالين، ما تمشي لي زول تقول له شوف ليه رايحه وين، ما بيعلم الغيب. خليك موحد وما تاب التوحيد، تلقاه بص يشغلوا فيه محاضره، بص في سفر يشغلوا زول يضحك الناس، في واحد كذا ومن قبيله كذا وضحك، ما لاقاكم يضحك في الامه دي، ما يخلي قبيله في الغالب، ويقلدهم ويجيب ديل بصوت كلام كعب شديد، نعرة جاهلية ونتنة، يجيب يخلوه ساي في ضحك حاجة فارغة، يخلوه تجي انت تتكلم في الدين، لا هبشت قبيلة، لا سألت قبيلة، نقدت زول بس، والزول له مرات من قبيلتك انت ذاته، يكوركوا فيك، وقف وقف، الزول له بنبذ الناس، وذاك بتاع القبائل ده كيف؟ يعني ذاك عشان يضحكك، نحن الا نضحكك يعني؟ نضحكك كيف ذاته انت صار وجهك ما راضي بينا انت؟ نضحكك كيف بالطريقه دي؟ لذلك دارين الخير للناس، والله يا جماعه ما عندنا مشكله مع زول في شخصه، والله الذي لا اله غيره، ولا لاقينا ناس صغار يا اخ، شباب جداد يا اخ، ما لاقينا مكاشف ذي القدام، ما لاقيناهم ذاته عشان شاكين ناس زين قدام جدا، ولا بعرفونا ولا بنعرف، لكن نقول للناس ما تنادون، يقول لك نبذت، وما في نبذ، والله اذا ما نبذ يا مسلمين. انت عارف الناس ذي لو بيجوز الكف الواحد تدي كف قبل ما تنصحه، لانه ما مركز. الزول لما يسوي حادث مش بده كف، ما بكون مركز، يسوي حادث تلقى لافي، انا وين؟ دي مويه ولا ما مويه؟ تدي كف، واحد اديته كفين قال لي بديت اجي ثاني اديني واحد، اقسم بالله وقع من بوكسي. هو اخونا، اقول لاخواننا اللي معانا ادوا كف، الكف حرام، لكن الشغله اذا من الضروره ولا كيف ادوا، قالوا الكف يجيب راسه، بدا يطيش شبكه، انا وين وانا جيت وانا يا ناس، ادوا كف ابو سكته وديته شجره، قلت له دي شنو؟ قال لي شجره التحت برا دي طالعه برا، قال لي ماسوره، اديته الكف الاول زاغ قربت اقع، قمت ثاني قلت له دي شنو؟ قال لي شجره، اديته الكف الاول عاين، الثاني عاين، قال لي والله سمحت كان تميت لي سبعه، اقسم بالله قال لي تميت لي سبعه، ثاني ادتني بجي تمام. الناس دي نفس الشغله دي، زول بتدي الايه ما مجمع معاك، هنسوي له شنو؟ قول له دي معذوره، بعد ذلك انصحه زول ياخذ، تقول له قال الله ولا تدعو من دون الله، شيخك ده دون الله ولا ما دون الله؟ دون الله، الله قال ولا تدعو من دون الله، يقول لك انتوا ادم يا زي صاحبي ذاك ذاته، بلاوي نسال الله العافيه. والزول يتبع الحق، يتبع القران، والزول يا جماعه يقبل الحق، ودي رساله للحزبيين، انتوا بتكرهونا، صح عرفناكم بتكرهونا، ما من منشوراتكم واضحه، انتوا اكرهونا، نحن كاشخاصنا ده اكرهونا، نجيبنا
الزول إن جابوا يزمه أكرهونا، لكن أقبلوا الحق يا صاحبي، تكرهونا أقبلوا الحق، ردوا الباطل حتى من الناس اللي بتحبون دير. صح شيخك ده بتحبه، قال باطل ردوا ما تتحزب له. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.